دايما بنتابع انتقالات اللاعبين وبنتابع اللاعبين الكبار، لازم نتابع كل الناشئين والناشئات اللي عندنا في كل المراحل. عندنا ابطال بيحققوا ميداليات وبيحققوا مراكز وبيحققوا حاجات كويسه جدا جدا جدا، وعندنا النهارده ابطال كبار في لعبه الباليه المائي. هي اللعبه ما كانتش واخده حظها في السنين، في بعض السنين في النادي الاهلي، لكن بداوا يستعيدوا وبداوا يدخلوا على طريق النجاح اللي احنا محتاجينه كميداليات كبيره جدا في النادي الاهلي. معانا النهارده كابتن عزيزه محمود المدرب العام بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن عزيزه. مساء النور. ومعانا الابطال الكبار بتوعنا هنعرفهم من ناحيه اليمين، معانا سندس احمد. مساء الخير يا كابتن سندس. مبسوطه؟ متضايقه؟ فرحانه؟ عايزك تبسطي وما تقلقيش من الكاميرا. ومعانا كابتن مريم يسري. مساء الخير يا كابتن مريم. مساء النور. ومعانا كابتن امينه الفيل. مساء الخير يا كابتن امينه. مساء النور. اخباركم ايه؟ كويسين؟ الحمد لله. مش عايزك تكوني قلقانه يا سندس. قولي لي يا سندس، بدأتي ازاي بالي المائي؟ هو انا كنت بلعب جمباز. كويس. فهو جمباز بيأهل لاي حاجه تانية. تمام. فدخلت واتقبلت. طب انت ليه رحتي لبلين مائي؟ عشان لعبه حلوه وفيها مشاركه جماعيه. ما هي فيها فردي برضه ولا ايه؟ بس الاكثر جماعي. الاكثر جماعي. قولي لي يا مريم، بتقول اللعبه فيها مشاركه جماعيه، ايه رايك؟ طبعا ليه؟ فيها مشاركه جماعيه. ليه اخترنا، اشمعنى اخترنا لبلين مائي بالذات؟ يعني عشان بننزل حاجتين، يعني مثلا زي التيم بننزل 8 بنات مع بعض بيعملوا مع بعض، وكومبو 10 بنات مع بعض بيعملوا مع بعض، فدي مشاركه جماعيه. شديتك اللعبه؟ ما رحتيش اي ملعب تاني في النادي الاهلي غير على طول على الباليه المائي؟ لا، كنت بلعب جمباز قبليها. كنت بتلعبي برضه جمباز؟ طب حد خدك من جمباز ولا انت رحتي تمشيتي؟ لا انا رحت. رحتي لوحدك؟ مقتنعه باللعبه؟ امينه قولي لي ايه، رحنا الملعب ازاي؟ انا كنت بلعب سباحه. كويس. كنت بلعب معايا برضو بالي ارضي في الاوبرا. هايل. فمامتي برضو يعني انا كنت عايزه اخش، انا بحب الرقص قوي، فكنت عايزه اخش حاجه فيها رقص، ف وانا كنت بلعب سباحه فقلت احط اتنين على بعض، دخلت بالي مائي. دخلتي؟ بس انا اعرف انت لسه في الاوبرا لغايه دلوقتي. بتروحي صح؟ لسه. مش الاتنين شغالين مع بعض معاكي؟ مفيش مشكله. يعني هو عشان برضو يعني هو كويس شغالين اتنين مع بعض، وكمان البالي الارضي بيساعد مع البالي المائي. ف نروح لكابتن عزيزه بقى ونقول لكابتن عزيزه، يعني انا عارف ان احنا في فتره انقطاع قبل كده في النادي الاهلي في الباليه المائي، ورجعنا تقريبا من 4 5 سنين وبدانا نحضر. عايزين بس نقول لجماهير النادي الاهلي نحضرنا ازاي وبنوصل لايه؟ مبدئيا هو عشان تعمل اي يعني مؤسسه ناجحه في لعبه رياضيه لازم تبدا طبعا من البراعم. اوكي. فدي احنا بدانا من البراعم، ابتدينا نركز قوي على البراعم، ابتدوا يخشوا يتشاركوا في بطولات، ابتدوا يكسبوا، فبالتالي لما بييجوا يتأهلوا لمرحلة الناشئين بيبقى عندك انت اصلا اساس كويس. كويس. الاربع سنين بقى اللي فاتت ابتدى بقى التركيز برضو اكتر من سن 12 سنة اللي هو اول سن في ناشئين، نفس التأهيل بالظبط، بيبقى بس بيختلف عدد ساعات تمرين اكتر، بتدخلهم فتنس اقوى، بلي ارضي. فردا برضو على موضوع البلي المائي، يعني انا شايفة ان هي لعبة بتجمع ما بين الثلاث العاب اللي البنات قالت عليها. يعني بلي ارضي داخل في البلي المائي، الجمباز، السباحة لازم طبعا البنت تبقى بتعرف تعوم كويس. بس بتخش بقى سن ال 15 سنة اللي هو سن المنتخبات. بتبدأ بقى الاتحاد بيحط لك شروط معينة، فالتمرين بيبقى اصعب، تبتدي تركز على حركات اكتر. بس وبتخش الاختبارات طبعا، ويعني بيختاروا بقى هم عدد من البنات. فاحنا كان يعني حظنا كويس، يعني كان عندنا عدد كبير الحمد لله السنه دي في 15 سنه منتخب. واول مره في تاريخ النادي يبقى عندك بنات في منتخب 15 و18 سنه ناشئين في منتخب. اول مره في التاريخ في المنتخبين مع بعض. في الاول كان يبقى عندك مثلا في 15 بس. السنه دي اول سنه يبقى عندك 15 و18 مشاركين. كابتن عزيزه احنا عندنا براعم اللي انا عارفه و13 سنه 15 18 12 12 تحت 12 تحت 15 تحت 18 عندنا عمومي. عندنا عمومي. السنه اللي فاتت كانت اول سنه. اول سنه بالظبط. وصلنا زي اول سنه اللي احنا نخش العمومي وابتدي نروح مع الفرق. ما هو الاول انت ما كانش عندك بنات بتكمل، يعني تقريبا كان اخر جيل كان جيلي انا اللي كمل لحد عمومي. وبعد كده حصل فتره القطاع اللي حضرتك قلت عليها، وبعدين جه بقى انت اول بنات تكمل كان السنه اللي فاتت، ان انت وصلت بالبنات للسن ده سن العمومي. وده برده انا شايفاه انجاز جدا في النادي، ان اول مره تحصل ان انت تشارك بفريق من سنوات كثيره في العمومي كان السنه اللي فاتت. امينه قولي لي مرهي كام ساعه؟ اربعه. كويس. او يعني غير الفتنس. لا ما انا لازم بصي، لما انا عارف هم اربعه بس يعني لا قولي لي اربعه في الميه.
واتنين بره أيوة. وساعة باكل وكده. احكي لي. اه ما هو ايام برضو قبل البطوله بنتمرن اكتر بكتير من العادي. فمثلا نقعد بتاع طول اليوم في الميه بس بناخد بريك في النص، وكمان مع الفتنس فتمرن 6 ساعات. ست ساعات في اليوم وثمانية نوم والباقي ايوه، وبعد 2 مثلا فتنس. لا يعني 6 ساعات ايوه 6 ساعات هنتمرن فيه مظبوط، والباقي وثمان ساعات بننام، يبقى 14 ناقص 10 ساعات في المدرسه. لا ما هو ده ايام الاجازه. كويس. في المدرسه بقى بنعمل ايه؟ مدرسه بنروح عادي، بعديها بنروح التمرين بالليل تيجي مثلا الساعه 5 بنخلص على 11 بالليل. مش بنذاكر يا مريم؟ بنذاكر. ازاي بنوفق؟ لازم الناس تعرف ازاي بنوفق بين الدراسه وبين التدريب. احنا لما بنرجع من المدرسه بيبقى في وقت في النص فاضي ما بين المدرسه والتمرين فبنذاكر فيه. ازاي؟ تخلصي السكول بتاعك الساعه 4 مظبوط؟ والتدريب الساعه 5. بذاكر بقى انا رايح التمرين في العربيه. في العربيه؟ وبنلحق نذاكر؟ انت في سنه كام؟ تانية اعدادي. قولي لي. شاطرين. يا سندس شاطره في المدرسه؟ اه. فعلا؟ طب ازاي برضو بتذاكري برضو؟ يعني انت بتذاكري وانت ماشيه كده في العربيه؟ ايوه. ما احنا لما بنرجع من المدرسه بيكون في وقت معين عشان نلحق التمرين، فهو الوقت ده بيجبرنا ان احنا لازم نذاكر عشان ما فيش وقت تاني نذاكر فيه. ما فيش غير كده. يعني دي في اوقات الدراسه، لكن هي اوقات الصيف هي اللي بالنسبه لك بتكون احسن كتير. ليه يا كابتن عزيزه؟ ساعه بيذاكروا ساعه وما شاء الله. انت ماشي وقلت لي هم متفوقين جدا. اه لا هم شاطرين جدا ومدارسهم صعبه كلهم الصراحه. ازاي؟ والله من وانا برضو كنت بلعب، يعني انا جربت ان انت يبقى عندك وقت فاضي ويبقى عندك وقت مشغول بالتمارين، فبتبقى انجازك بيبقى اسرع واكتر لما يكون عندك وقت قليل. يعني حتى انا اعتقد ان تحصيلهم في المدارس بيبقى اكتر من الولاد اللي مش بيلعبوا رياضه، لانهم مجبرين يخلصوا كميه المذاكره دي في الوقت ده. تمام. فدي حاجه كويسه يعني. دي حاجه كويسه بالنسبه لهم. وعندهم الفجر برضه. وعندهم الفجر كمان. بس احنا لازم ننام بدري عشان نصحى بدري. انا شكلي انت مش بتنام يا سندس صح؟ طب قولي يا سندس ايه بقى البحر المتوسط؟ هي بطوله بندخل فيها. ايوه قولي قولي قولي. لكن بيكون في متقسم بتوع البحر المتوسط وبتوع التانيين، فهم بيختاروا يعني في الترتيب اول 8 من البحر المتوسط. كويس. واربعه بتوع عالم. كويس. يعني اللي هم بره البحر المتوسط. تمام. ده في المنتخب ولا ده في النادي؟ بطولة البحر المتوسط. بطولة البحر المتوسط. ثمان منتخبات من البحر المتوسط. أيوة. واربعه من العالم. أوه. ويعملوا دورة البحر المتوسط. قولي لي امين لعبنا البحر المتوسط؟ اه. عملنا ايه هناك؟ عملنا كويس قوي وشرفنا مصر. عارف بس عايزك تقولي لي عملنا ايه؟ يعني ايه عملنا ايه؟ يعني كان عندكم سنجل ويتو. ايوه يعني قولي للناس. نزلنا الاربع ايفنتس سولو ديوت وكومبو تيم. كويس. ودخلنا في الاربعه الحمد لله فاينلز. كويس. وعملنا كويس. وعملته كويس. طب قولي لي في حركات صعبه كتيره في مريم، في حركات صعبه كتيره في البيري ماي؟ لا مش كتير يعني. انا بشوف الناس بتنزل الميه وتطلع وحاجات كتيره كده، عايزين نقول للجماهير ازاي بيحصل ازاي ده؟ لا هو ده بالنسبه لنا عادي عشان احنا بنعرف نقوم فبنعرف نوفق يعني. لا يعني ازاي بنت تبقى كلها تحت الميه ونطلع فجاه بنت فوق الميه كده قدام الناس؟ بنشيلها يعني الشيله زي الشيله يعني بنت أيوة. على فوقيها بنت. ايوه بالظبط. بعد كده بقى كلنا بنشيلها من تحت وبعد كده نزق في عده واحده وتزقوا في عده واحده. قولي لي هو ده بيكون اتفاقات معينه حركات معينه؟ انا بشوف البالين المائي عامه لما كنت زمان. أيوة. بيخبطوا. احنا لسه بنخبط. قولي لي بقى ايه يعني؟ هو احنا عندنا بنشتغل على 8 عدات. كويس. طبعا بقى كلهم عارفينها. تمام. وفي سماعه تحت المايه. ما هي انا عايزه تقول كده، هي مش عارفه صح؟ قولي لي بقى. في سماعه تحت المايه بتبقى طبعا متوصله بالساوند سيستم اللي هو بيشتغل عليه الموسيقى. واحنا بقى بنبدا فوق الاول المايه نشتغل ارضي، بنتفق ازاي هنعد الموسيقى دي. كويس. يعني في موسيقى بتتعد مثلا على 6 عدات. كويس. في موسيقى على 8. تمام. فبنتفق احنا مع بعض هنعدها ازاي ونعمل بقى تاليف الرقصه دوت فوق المايه وننزل نطبقه في المايه. طبعا ده للسن اللي هو يعني لسه من اول 12 سنه، البرام بيبقى الجمل بتاعتهم اسهل شويه. كابتن عزيزه البدايات بتاعتهم، انت النهارده حضرتك كمدربه يعني عايزين نقول الناس انت اللي بتختاري الرقصه او شكل الرقصه او الموضوع شكله ازاي؟ ايوه. ده بيطلع هدف اكيد. طبعا. يعني اكيد عايزين نعرف بنعمل الرقصه ازاي؟ بنوصل لهدف ازاي؟ انا الاول شايفه ان لعبه السباحه التوقيعيه يعني انا شايفاها من اصعب اللعبات لسبب ان البنت لازم يبقى عندها توافق عضلي عصبي قوي جدا، لان هي مش شايفه زوايا ايديها زوايا رجليها، يعني هي وهي تحت المايه لازم تظبط الزوايا دي من غير ما تشوف.
عندنا برضو ان احنا بنعمل اشكال تشكيلات زي ما تعرض في الفيديو، في تشكيلات منها البنات ما تبقاش شايفه بعض، فبيبقوا ده يعني هم بيبقى زي توافق بينهم كده، فبيطلعوا الصوره دي في الاخر. دايما كنت اشوف مثلا بطولات العالم والاولمبياد بتفرج، انا احب اتابع الرياضه جدا، فبلاقي يقولوا الرقصه دي اسمها كذا، يعني بيكون ليها اسم او ليها بيبقى ليها زي يعني احنا مثلا عاملين مثلا السنه دي يعني ان شاء الله عاملين مثلا فرعوني بالظبط، فدي مثلا ثيم، مثلا عاملين مثلا حاجه تانية كانت السنه فاتت اسباني مثلا، اسباني اللي هو الشكل الاسباني. طب قولي لي الاسباني فرعوني ايه احلى حاجه عملتيها؟ انا شرقي، هم كانوا لسه بيتكلموا على الشرقي. تكلميني عن الشرقي. احنا انا بحب انزل على موسيقى عربي او شرقي عشان بحبها، وبحب كمان ان هي من بلدي فانا بعملها عليها. بتكوني مبسوطه لما بتسمعيها؟ بتبتدي بحب ارقص عليها. بتحبي ترقصي عليها؟ هو راس بره الميه غير جوه الميه اكيد. عايزه نفسي اعرف، بصي مريم لازم تقولي لي يعني قولي لي بجد ازاي بتقلبي نفسك طلعي رجليك فهميني. والله لازم افهمك خلاص. بصي هتقوليها لي هتقولي لي ازاي يعني ازاي بنتعود ده، قولي لي ازاي بنتدرب على ده. احنا بنشغل ايدينا بطريقه معينه عشان نقدر نرفع رجلينا فوق ونبقى لو قلت قومي المخرج هيقول لنا مش هينفع، فقولي لي انت يعني بنحرك ايدينا كده كويس عشان نقدر نرفع نفسنا ونبقى متوازنين على الميه. سؤال مهم جدا، احنا بنتكلم على نص الجسم اللي تحت، يعني نص الجسم كده يبقى هو اللي تحت الميه والباقي كله فوق الميه. بيتطلب ايه منك دي تدريبات اللياقه؟ مين يعني اهم تدريبات لياقه عندك تقدري تتمرنيها عشان تعملي الحركه دي، تقلبي نفسك وتطلعي رجليك فوق؟ ايه اولا لازم ايدينا تكون قويه عشان تشيلنا. تمام. ونفس نفس عشان نقدر نستحمل الحركه تحت الميه. تخشي جيم كتير؟ نتدرب. تقدري في جيم ولا تدربي ارضي؟ حسب يعني الكابتن، يوم كده ويوم كده. يوم كده ويوم كده. قولي لي الجيم بالنسبه لهم الاهم ولا الارض الاهم؟ لا في فتره الاعداد زي اللي احنا فيها دلوقتي طبعا، انا يعني بقول دايما ان 80% من شغلي بيعتمد على الفتنس في فتره الاعداد اللي هي قبل البطوله بوقت كافي يعني. او كل ما البطوله تقرب كل ما بنقلل من وقت الفتنس ونكتر في وقت التمرين في المايه اكتر. فطبعا الفتنس مهم دلوقتي جدا طبعا. قولي لي قد ايه بتتفرج علينا في الملعب؟ نعم. مشجعين قد ايه مشجعين؟ يعني كل في بطوله العالم، في بطوله مصر وفي بطوله عالم في البحر المتوسط قد ايه يعني بيتفرجوا علينا؟ كل نادي طبعا بيشجع، بس في نادي الاهلي بيكونوا كتار قوي عشان ناس كتير بيشجعونا، وفي بطوله العالم برضو كان في الاهالي بتوعنا اللي كانوا سافرين معانا والبنات اللي ما كانوش نازلين الباقيين وكانوا بيمسكوا العلم كانوا يشجعونا جامد. دي حاجه كويسه يا فندم، انت تلاقي كل الجماهير بتقعد تشجع تشجع تشجع، بتديكي حماس وروح. هي بتدي حماس وفي نفس الوقت بتدي خوف. يعني بتدي خوف ليه؟ عشان تحس ان انت كده كل الناس بتتفرج عليك والعين عليك. طب ما دي حاجه كل الناس بتتفرج علينا دلوقتي. مكسوفه ولا ايه؟ قلت لي قبل الهوا انا انت كويسه وبتكلمي زي الفل. طب قولي لي البيت، بابا وماما، ما الوضع؟ عادي. لا مش عادي، لا ده هم بقى بابا وماما يعني هم اللي بيتعبوا وهم اللي بيودوا وهم يعني مين بابا بيوصل تمارين؟ ما هو دلوقتي سؤال بس بابي عادي يعني مامي بتشجعني، بابي مش بشجعك بس عشان بابي لما يشوفك يعرف. بابي بيشجع برضه بس يعني مامي اكتر طبعا. هي بتوصلني التمارين وهي بتشجعني مثلا لما اكون تعبانه وكده. يعني هي مامي اللي شايله تقريبا الحمل الاكبر، طبعا اكيد الاب شايل لكن اكيد مامي. تقولي لي ماما وانت قاعده؟ بص لها بقى، بص لي الكاميرا. ايوه انا عايزك تبقى ايوه، بص لها ما تتكسفيش، بص لها قولي لها، تقولي لها ايه؟ قولي لها تقولي ايه مامي؟ لا لا قولي لها شكرا، قولي لها بتتعبي معايا، شكرا بحبك، هي بحبك يعني اكيد اهو انا بسهل لك. يلا قولي لها قولي لها ما تتكسفيش. ايوه شكرا يا مامي. شكرا يا مامي. لا ايه مكسوفه صح؟ مكسوفه ايه؟ هي سندس بتكسف صح؟ قولي لي بابا وماما عاملين ايه في البيت معاكي؟ كويسين. يعني عاملين ايه؟ ماما برضو شايله هي الحمل؟ شايله الحمل الاكبر. يعني فعلا بتوصل وتجيب من التمرين وتصحى الصبح بدري عشان توديني التمرين وبالليل متاخر بترجعني من التمرين. يلا عشان بقى بابا يتكلم. بابا ما بيوصلكيش ولا مره؟ لا بيوصلني بس في الايام الاجازه ماما اللي بتوصلني في كل الايام بقى. اعتقد ماما هي اللي بتوصل كل يوم بس انت قلقتي صح؟ صح. قولي لي اولياء الامر بيتعب جدا صح؟ جدا وفي لعبه زي كده بلاقي مائي
يعني اعتقد هم من ضمن المنظومه طبعا اكيد يعني من ضمن المنظومة طبعا وهم يعني جزء اساسي ان المنظومه تنجح يعني اولياء الامور يعني لحد دلوقتي يعني انا دلوقتي مدربه و يعني اكبر منهم ولحد دلوقتي امي طبعا بتساندني وبتشجعني على البلمائي جدا على كل حاجه في حياتي حقيقة. اكيد هي امي كده قولي لي يا امينه بابا وماما نفس الكلام يعني هما الاثنين بيشجعوني طبعا بس وبيوصلوني التمارين كل ما ارجع بالليل بابا يوصل بابا بيوصل بس ماما اكتر خايفه صح برضو لا لازم لازم بصي عايز اقول لك حاجه طبعا اكيد بابا اكيد بيتعب واكيد عنده شغل واكيد كل حاجه وهو شايل الحمل الاكبر بس تقولي ايه لماما وانت كده قاعده على الهواء بقول لها شكرا قوي على اللي هي بتعمله معايا وهي السبب ان انا دخلت اللعبه اصلا يعني انا كنت عايزه اخشها بس هي برضو كانت عايزه تدخلني قوي بقول لها بحبها تحبيها هايل وايه كمان بس كده كفايه طب قولي لي يا سونت في البحر المتوسط بقى نرجع للبحر المتوسط تاني للكومن كويس نزلنا الايفنتات بتاعتنا كويس واول انت اول مره تطلعي بطوله بره مصر قولي لي ايه اللي شفتيه جديد هناك نظام هايل يعني البلاد يعني كابتن عزيزه ما عندهاش نظام بس ما فيش مشكله لا يعني انا بتكلم على تنظيم البطولات طبعا طبعا طبعا, طبعًا. ويعني في بلاد كتيره وعد مختلف ولغه مختلفه كل بلد ويعني في البطوله يعني بنكون صح عارفين بعض نصنا كده اما بره احنا ما حدش ما نعرفش حد يعني انت شفتي ان في نظام في البطولات الخارجيه دي كانت حاجه لفت نظرك سندس تقولي لي شفنا ايه هناك ايه الجديد الخبره اللي استفدتيها هناك لما سافرت البطوله زي البحر المتوسط العد مختلف الناس التكنيك في الحركات مختلف قاعده في الملعب على طول بتفرجي على كل الناس ايوه ده غير طبعا عندنا في الهاندبول كنا نلعب ماتش فنمشي لا احنا بنتفرج انت قاعده احنا بنكمل عايزه لا يعني كنت قاعده تتفرجي على خبرات جديده قولي لي مين عجبك هناك لا كلنا البلد عجبتني يعني كلهم روسيا طبعا هي رقم واحد روسيا يعني على العالم فدي اللي احنا دايما يعني بنبص لها يعني وايطاليا برده وفرنسا يعني دول من البلاد القويه يعني في الكومن واسبانيا طبعا اللي هي كانت اصلا البلد اللي هي مستضيفه البطوله رايك ان الخبرات اللي هم يكتسبوها البنات عندنا بتاهلهم لحاجات كتيره في المستقبل طبعا هو اصلا يعني انا شايفه ان دور النادي كمان بيبقى مهم جدا في فتره الناشئين لان النادي احنا المنتخب البنات بتروح تقريبا جاهزه المنتخبات من النادي يعني احنا بنطلعهم مؤهلين من النادي لان هم تقريبا فتره الاستعداد بتاعهم قبل بطوله العالم بتبقى تقريبا شهرين او ثلاثه بس في المنتخب بس طول السنه هم شغالين كل ده في النادي فانا دوري ان انا بطلع بسلم البنات دي للمنتخبات جاهزه متاهله طبعا بقى بيشتغلوا على الرقصات الخاصه بالمنتخبات ده اللي بياخد وقت ده الفرق بس انا ردا على توافق بيننا وبين معلش عزيز سوري في توافق بيننا وبين رئاسات المنتخب طبعا يعني بتقعدوا يعني مع بعض بتقعدوا مع بعض فبتقولوا هنتمرن على كذا عشان عايزين كذا عشان نوصل للهدف ده ولا نادي غير المنتخب لا النادي بيبقى مختلف شويه عن المنتخب يعني بتبقى برضو بشروط مختلفه او بيبقى ليه متطلبات مختلفه لانه طبعا بطوله الكومن بتبقى طبعا اقوى من بطولات الجمهوريه فطبعا بتبقى محتاج ان انت بتجمع احسن بتختار احسن 12 بنت على مستوى النادي كلها فبتصمم حاجه مناسبه لل 12 بنت طيب سمعت عرفت خبر اخير ان في مدربه صربيه اعتقد اسمها جانا مدير فني مايا سوري انا اسف مايا هتكون موجوده معاك ان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله دي حاجه مهمه جدا الصراحه دي حاجه مهمه جدا يعني دي من ضمن برضو الانجازات يعني هي اول مره تحصل في تاريخ النادي يعني من وانا كنت بلعب تقريبا من سنه 2000 ان يبقى في مدير فني اجنبي للباليه المائي ده حدث يعني صراحه طب خلينا نخرج لكابتن وائل عزه اوكي رئيس الجهاز ونقول له مساء الخير يا كابتن وائل مساء الخير يا كابتن خالد مساء الخير على اول مبروك على البرنامج الجديد الله يكرمك يعني الله يبارك فيك وحاجه تشرفه انا متابعك يعني وانت عارف يعني انت مش غريب عني انت اخويا يعني طبعا يا وائل طبعا كلنا اخويا الله يبارك فيك كابتن وائل عزه رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي بنقول ايه للبطلات اللي قاعدين قدامنا دول لا البطولات دول يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني شكر خاص على المجهود اللي هم عاملينه انا مشرفني على المستوى الشخصي مشرفني النادي الاهلي دول ابطال جمال هم دول مستقبل النادي الاهلي وبنوعدك ان شاء الله الثلاثه اللي قدامك دول على باقي الفريق يكونوا في الاولمبياد ان شاء الله بمشيئة الله اللي جايه وهم بيوعدوني واحنا حريصين على كده عشان كده احنا عايزين نوصل المستوى نجيب مدير فني اجنبي انا سامع حضرتك هنوديهم معسكرات
هيبقى عندنا تارجت ان احنا نرجع امجاد النادي الاهلي زي زمان زي ما عزيزه بتقول لك، لان ده هو ده دورنا. دورنا ان احنا الولاد دول يبقوا ابطال النادي الاهلي المستقبل وابطال منتخب مصر، مش دول بس، مش امينه ومش مريم ومش سندس، لا انا دوري ان بنات الاهلي كلهم يبقوا زي بعض. وطبعا انت عندك كابتن عزيزه دي كانت لاعيبه اولمبيه 2 اولمبيك جيم، وانا بتشرف فيها، كانت في نادي هيليوبتر، هي بنت النادي الاهلي، راحت نادي هيليوبتر، عملنا مجهود كبير عشان نجيبها، الحمد لله نجحنا. وعندنا كابتن ريتا، عندنا منظومه كبيره قوي، عندنا على رئيسهم كابتن طارق الصغير، وبشكر شكر خاص لكابتن حماده الكفراوي، يعني عايز اقول الجندي المجهود، يعني عامل مجهود، راجل ساكن في طريق مصر الجديده الصحراوي كل يوم في اهل مدينه نصر عشان يقوم على راحه البنات دول والمدربين، فبشكره شكر خاص. بشكر كل القائمين على جهاز الباليه في النادي الاهلي، لان هم النتيجه واضحه قدام حضرتك. احنا خد كابتن خالد، احنا من 4 سنين ما كناش كده خالص، كناش على الساحه. انا عندي دلوقتي 3 بنات في البحر الابيض، واربع بنات لسه راجعين من بطوله العالم. فانا ببقى سعيد جدا لما بشوف البنات دي، وببقى سعيد جدا ان الاعلام فاكرهم، ببقى سعيد جدا لما بيتعمل معاهم مقابلات، لان الصراحه دول ابطال. وبشكر اولياء امورهم لان هم تعبانين جدا جدا معاهم، وهم اللي وصلوهم لهذا المستوى. وائل، كابتن وائل، يعني انا سبتك تتكلم طبعا، انا مبسوط جدا وسعيد ان في تاريخ بيتعمل جديد، الابطال جداد على السكه. اللي انت بتقول احنا بقالنا 4 5 سنين بنشتغل على هذا الاعداد، ولسه مستمرين، ولسه عندنا هدف قريب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن وائل، وانت معانا لازم نقول ان في بطوله سباحه دلوقتي شغاله، كاس الاتحاد، اخبارنا ايه وبنعمل ايه؟ والنهارده اليوم الاول. اليوم الاول الحمد لله خدنا ميداليتين ذهب للبنات وميداليه ذهب للولاد، دي لسه كبدايه، وخدنا 2 فضه وواحده برون. ان شاء الله بمشيئه الله بوعد جمهورنا وبوعد اعضائنا ان احنا ان شاء الله بمشيئه الله ناخد البطوله دي. البطوله دي اول مره تتعمل، كاس الاتحاد دي الاتحاد عاملها لاول مره، داخله ضمن الدرع العام، المراحل السنيه الصغيره من اول 2008. وان شاء الله بمشيئه الله يعني هنحذو حذو البطولات السابقه ونعمل نتائج كويسه ان شاء الله بمشيئه الله. قول لي ابطالنا الكبار المنتخب مصر في السباحه، استاذ علي خلف الله واحمد واكرم وكل الكباتن الكبار بتوعنا. علي خلف الله واحمد اكرم وميشو وهاني يامور. بالظبط بالظبط. عندنا مجموعه كبيره قوي الحمد لله في ان شاء الله بمشيئه الله عندنا بطوله. هم البطوله دي يا كابتن خالد بالمناسبه مرحله ناشئين مش مرحله الكبار. ان شاء الله عندنا بطوله الجمهوريه ان شاء الله بمشيئه الله يوم 23/11 ان شاء الله، وكل الابطالنا اللي عايشين في امريكا ان شاء الله هيبقوا متواجدين ان شاء الله ويمثلوا النادي الاهلي ونحرز البطوله ان شاء الله. وبالمناسبه في احنا لسه كان عندنا منتخب كره الميه لسه راجع من 3 ايام من بطوله العالم. كان عندنا 4 اولاد بيمثلونا النادي الاهلي برضو، يعني يعتبر ثلث المنتخب كانوا بيتمثلوا في بطوله العالم بتاعت كره الميه، كان هم قوام المنتخب 13 لعيب، خدوا 4 لعيبه من النادي الاهلي. ما شاء الله. هو ده يعني طلعوا الثلاثه وعملوا نتائج كويسه، متهيألي حضرتك لو متابع عملوا نتائج كويسه جدا. هايله. طبعا احنا متابعين جيدين جدا، لكن طمنا بقى على المدير الفني الاجنبي لفريق كره الميه. والله المدير كان هو على فكره عشان ابقى حضرتك عنه علم، ده كان مدرب منتخب ناشئين لصربيا ومدرب منتخب البنات لصربيا، كان ماسك اقوى فريق في صربيا في الدوري الصربي، عنده خبرات كبيره الحمد لله. احنا هو يعني بقاله حوالي شهر موجود معانا، راجل محترم، وان شاء الله بمشيئه الله في مفاجآت كثيره ان شاء الله. احنا مش عايزين نقاطع، بس الراجل عامل شغل كويس قوي، معاه منظومه كبيره قوي، مع مدير الجهاز كابتن محمود حسن، مع مدرب عام كابتن وليد عزت، الناس معاه مدير قطاع ناشئين كابتن وليد وصفي، عاملين منظومه كده محترمه ان شاء الله بمشيئه الله. النتائج السنه اللي فاتت كانت عندنا نتائج كويسه، عندنا مراحل كسبناها، مرحله ال 2000، فاحنا بنوعد اعضائنا وجمهورنا ان شاء الله بمشيئه الله ان احنا نحقق ان شاء الله نتائج احسن من السنه اللي فاتت بكثير ان شاء الله بمشيئه الله. كابتن وائل، اخر سؤال، فريق الغطس اخباره ايه؟ وخلاص ما انت رئيس جهاز اعمال الماء، خلاص هنستغلك عشان تبقى عندك علم برضه. كان في 7 اولاد طالعين بطوله البحر الابيض، كان طالعين للاسف السفريه اتلغت. احنا عندنا استعداد ان شاء الله، عندنا بطوله كاس مصر، وكابتن طارق نبيل تعرف مدير فني موجود حاليا، معاه كابتن اسامه كساب، معاه كابتن اسامه خلف، معاه مجموعه كابتن طغيان، معاه مجموعه محترمه. احنا السنه اللي فاتت عشان حضرتك عندك علم، احنا خدنا بطوله البنات مرحله العمومي اولاد وبنات،
من نادي هليوبوليس، دي كانت اول مره. ان شاء الله مشيت الليل المره دي هتبقى فيه نتائج احسن بكتير على مستوى قطاع الناشئين. كابتن وائل عزت بنشكرك شكرا جزيلا انك كنت معانا، وكل امنياتنا وان شاء الله كده نتابعك في كل البطولات في كل المجالات في العاب الماء، وان شاء الله باذن الله تحرزوا كل ميداليات على المستوى الرسمي والمستوى الدوري والكاس وكل الميداليات ان شاء الله. شكرا كابتن وائل. قعد قال حاجات كتيره صح؟ اه حاجات كتيره. خلينا في البالي الماء، قولي لي ايه بنستعد لايه في البالي الماء؟ احنا ان شاء الله المفروض ان الفتره الجايه دي في شهر 10 عندنا البنات الكبار داخلين ان شاء الله اختبارات العمومي اللي هيختاروا. لا الصندوق لسه صغير. انا عايز في البوستوش صح؟ ان شاء الله سنتين وبعدين يدخل. تمام. دي اللي بتتاهل لاولمبياد طوكيو ان شاء الله الشهر 10 الجاي، دي اقرب حاجه للكبار. يعني هسالك سؤال كده، لعيبه اولمبياد صح؟ اه. واعتقد انت اللعيبه الوحيده سافرت اولمبياد في مصر؟ يعني 2008 كان انا، 84 كانت سحر فاروق داليا مقبل، دول من النادي الاهلي. هي. 84 وبعدين 2008 كان انا. انت شفتي سحر فاروق داليا مقبل هي بتلعب؟ سحر فاروق كانت مدربتي في يوم من الايام. اه ما لحقتهاش شويه بتلعب. مشفتوش وهو بيلعب ما شاء الله. لكن تتمني ايه في اللي جاي؟ ان هم تشوفي سندس وتشوفي امينه وتشوفي مريم في الاولمبياد؟ لا اتمنى طبعا ان احنا يعني احنا الحمد لله كان عندنا ثلاثة السنه اللي فاتت، وبرده يعني النقطه مهمه بالنسبه لي ان كان عندي بنتين كمان ملك جمال وجنى زكي، دول كانوا من اول 20 اللي اختاروهم من ضمن البنات اللي هتخش اختبارات المنتخب. بس يعني للاسف كان في شروط معينه ما انطبقتش على البنتين دول، بس هم يعني لا يقلوا مستوى. زعلانه طبعا، كان نفسي الخمسه كلهم يخشوا، بس يعني الثلاثه صراحه الثلاث بنات يعني عملوا اللي عليهم وزياده وفعلا شرفوا النادي يعني. فاحنا يعني كل هدفنا الفتره الجايه ان احنا ناهل عدد اكتر، انه يبقى يعني عدد بنات من النادي الاهلي اكتر في كل منتخب. ده الهدف تقريبا اللي احنا شغالين عليه الفتره دي. في الفتره دي قولي لي، شفتي فتاة عزيزة بتلعب؟ لا شافوا فيديوهات. بتلعب كويس؟ قولي لي طموحك ايه في اللي جاي؟ ايه الطموح اللي عندك؟ عايزك تتكلمي بقى. نفسك في ايه؟ اولا عايز تحققي ايه؟ يعني السنه الجايه واللي بعدها كل سنه نفسي اني ادخل طبعا منتخب كويس، ونفسي اوصل للاولمبياد. نفسي تعرفي الاولمبياد؟ في الاولمبياد نفسك حاجه كبيره في الاولمبياد لو رحتيها صح؟ تتفرجي عليها في التلفزيون؟ قولي لي المستوى ده هنوصله؟ ان شاء الله. بالظبط، برافو عليك. مريم سبتك كتير صح؟ قعدت اتكلم مع كابتن وائل وسبتك، قولي لي طموحنا فين ان شاء الله في المرحله الجايه؟ ان شاء الله برضو نخش المنتخب في السنتين الجايين تحت 15 برضو ونخش الاولمبياد. هو ده. طب قولي لي لما رحت البحر المتوسط وتتفرج على الاولمبياد، مين الدوله اللي بتعجبك في الموضوع ده؟ روسيا طبعا. هم ابطال العالم. اه طبعا ده ابطال العالم لفتره كبيره، يعني هو مفيش حد عارف ينافسهم. اه محتكرين يا كابتن. اه يعني واخدين كل حاجه. ايوه كل حاجه. هناخد امتى كل حاجه؟ قولي لي امينه هناخد امتى كل حاجه؟ عايزين ناخد كل حاجه ان شاء الله. لا بصي يعني انا عايزك تتكلمي بجد، يعني لازم يكون عندنا هدف وتارجت قوي جدا احنا نعمله. انا عارف ان المسافات بعيده ممكن، لكن في الاخر بيكون عندنا هدف. ممكن امتى يعني؟ ممكن تشوفي ايه الرؤيه امتى؟ كمان 4 سنين 5 سنين 10 سنين؟ يعني ايه المطلوب؟ ايه المطلوب من الناس اللي هي احنا عشان نوصل للكلام ده؟ ان احنا نشتغل جامد قوي على نفسنا بالظبط، وان ما نكسلش، وان دايما نفضل ورا هدفنا ونحقق. بس كده كابتن عزيزه قولي لي. وبرده فرق الامكانيات طبعا، يعني احنا طبعا هم البنات بيقولوا بس هم مش عارفين يوصلوا الصوره قوي ان بره النظام مختلف. نظام هو مش نظام على قد ما هو، يعني حضرتك عندك بلد زي روسيا اللعبه الاولى عندها من واحنا صغيرين الباليه، يعني طبعا هم مشهورين بكده. فالاهتمام والامكانيات كلها متوفره للعبه الباليه السباحه التوقيعيه في روسيا. فاحنا هنا في مصر احنا عندنا امكانيات طبعا يعني موجوده، احنا بنشتغل على قد الامكانيات، ومع ذلك احنا بنعمل نتائج الحمد لله كويسه جدا. يعني احنا يعني ان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى دايما نتائجنا احسن. يعني هتكلم معاكي بصراحه، احنا في المرحله دي كنادي اعتقد ان النادي مدي حق الباليه المائي وبيحاول ياخدوا الحته دي حقيقه. قولي لي ايه الفارق الامكانيات؟ ايه الامكانيات المطلوبه لتحقيق الموضوع ده؟ كويس، والكلام ده مش يعني مش هنقول يعني كلام لحد معين، لكن احنا بنطمح وبنامل ان في المرحله الجديده يكون احسن كتير. ليه ايه فرق الامكانيات الواضح جدا اللي انت محتاجاه كلاعب باليه مائي في مصر؟
اولا ان يبقى يعني ان احنا يبقى مؤمنين ان في يعني العاب تانية بتحقق نتائج كويسه كويس، وان في بنات بتفضل يعني تتمرن اكتر من 7 ساعات في اليوم. فان يعني في مجهود مبذول. يعني انا بس عايزه اقول الفرق، ان مثلا انت من 10 سنين كان عندك بنت واحده في المنتخب كويس، دلوقتي انت عندك 7 بنات في المنتخب كويس، منتخبين مهمين جدا في مصر. فاحنا الحقيقه يعني للامانه السنه دي ما من ساعه ما جيت النادي ما فيش حاجه انا طلبتها فنيا او انا محتاجاها تخدمني في شغلي انا ما جاتش للامانه. ده طبعا كله بيسهل لك ان انت تشتغل في بيئه يعني فيها حرفيه، ان انت تطلع شغل احسن، عندك جهاز اداري بيمنع عنك اي مشاكل توصل لك، لان اكيد طبعا زي اي رياضه في مشاكل، فهم بيمنعوا عنك ان يبقى في مشاكل عشان انت تبقى متفرغ بس مسؤوله فنيا اداريا. يعني حضرتك مسؤوله فنيه. انا مسؤوله فنيه اول ما تخرجي من الملعب بتاعك الجزء خلاص. الاداري طبعا يعني دي حاجه مهمه جدا ان المدربه تبقى بس مركزه مع البنات والشغل. كابتن طارق الصغير شغال كويس، كابتن طارق الصغير وكابتن محمد الكفراوي. كابتن محمد الكفراوي ما رضاش يدخل، بس هو يعني حتى انا كنت عايز اقول لكابتن وائل، لا طبعا عامل مجهود جدا. وطبعا كابتن وائل عزت، يعني كابتن وائل عزت كمان للامانه برده شهاده. في فرق لما يبقى عندك مدير، يعني حظك حلو ان يبقى عندك مدير بيوجهك بيوجهك ان انت تعمل صح، بينصحك ان انت تعمل حاجه صح. يعني هو عايز يطلع يعني عدد من الناس تعرف تدير صح وتعمل نتيجه صح. كابتن فاضل نائب رئيس الجهاز طبعا، يعني هي زي ما قلت لحضرتك منظومه ناجحه. وطبعا اولياء الامور يعني أولياء الأمور. طبعا طبعا هنتكلم في اخر اولياء الامور دي في اخر حاجه للبرنامج. بس هقول لك حاجه يا سندس، عايزك تقولي كلمه لجمهور النادي الاهلي، تعالى شجعني في الملعب بتاعي. لما تشوفي جمهور الكوره فيه 40 و50 الف فعايزين الناس دي تجي لك، تقولي لهم ايه؟ في العاب ثانيه غير الكوره. بتشجع كوره كويس؟ مش بتشجع كوره؟ لا ازاي، خلينا بنشجع الكوره كلنا يعني، مش قوي كده، لكن مفيش مشكله طبعا. انت بتقول لهم ان في العاب ثانيه غير الكوره، دي حقيقه. بتقول لهم تعالوا الملعب عندك. طيب عايزك تقولي كلمتين، كلمة سريعة لبابا وماما. خلاص بقى احفظها. ها قولي. ان هم ساعدوني كتير ان انا يعني ادخل، وشكرا على كده. تقولي ليه للنادي الاهلي؟ الكيان الكبير اللي احنا كلنا منتمين ليه. صعبة. بحب النادي الاهلي؟ بحبه. بتحب النادي الاهلي؟ تقولي ليه اصحابك اللي شايفينك دلوقتي كلهم على التلفزيون؟ لا لازم تقولي لهم حاجة، مش هتسيبيهم كده. لا هما يعني ساعدوني برضو اكون كده. بيساعدوها في المدرسه. في المدرسه وفي التمرين، يعني مثلا احنا كنا بنساعد بعض، حد مش عارف حاجه نقول له كده، فاحنا يعني صحاب. جميله واموره، ويعني حاجه جميله بجد، ومبسوط منك جدا. مش عايزه تكون احنا قاعدين في قاعده في الاخر في الهوا في التلفزيون، مفيش مشكله خالص. وان شاء الله قريب هتبقي وانت بطله كبيره كده تكوني واقفه على النقطه. مريم قولي لي، تقولي لجمهور النادي الاهلي. اللهم هم عالي صوتك، عالي صوتك، عالي صوتك بقى. يجوا يشجعوا اللعبه بتاعتنا يعني كويس. يجوا يعني في العاب تانية كتير قوي ممكن يشجعوها، برضو من ضمنهم اللعبه بتاعتنا، لو ممكن يجوا يشجعوها. يشجعوها. تقولي للنادي الاهلي. اقول بحب النادي قوي. بتحب النادي قوي. بابا وماما بحبهم برضو قوي. تحبيهم قوي. اخر كلام حاجه تانية تقولها لهم؟ ما بصيش بس للكاميرا بقى. امينه قولي لي، هتقولي للجمهور ان هما مش حاسين باللعبه بتاعتنا، واننا يعني في ناس طبعا بتشجعنا بس مش كفايه، احنا عايزين ناس اكتر، عشان اللعبه بتاعتنا بالنسبه لنا احنا مهمه جدا وعايزينهم يشجعونا. ف طب قولي لي، لو دخلتي الملعب بتاعك ولقيتي 10,000 بيشجعوا هتعملي ايه؟ هفرح. طب هتقولي للنادي الاهلي ان شكرا على تعبهم معانا، وبحب النادي قوي، ويعني العيله بابا وماما بحبهم جدا، وهم يعني بشكرهم جدا على هم عملوا معايا في الايام كلها وكده. مفيش صاحبتك وانت جايه قالت لك قولي لي قولي اسمي في التلفزيون او حاجه؟ لا ولا واحده. كابتن عزيزه، يعني في اخر الحلقه لازم برضو تقول لنا كلمه جماهير فعلا النادي. انا هقول كلمه طبعا للنادي، بس عايزه اقول بس نقطه قبلها سريعا. قولي ان كابتن ياسمين علي كانت هي اصلا سبب ان هي مطلعه البنات بالتاسيس الكويس قوي ده، هي معاهم من هم صغيرين جدا لحد كان السنه اللي هم تقريبا تحت 10 سنين لحد السنه اللي فاتت،
فهي ليها دور كبير جدا جدا في ان البنات وصلوا له. عارفه ايه اللي عجبني فيكي؟ تواصل الاجيال. احنا هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي انت بتشكري اللي قبليكي وبتستمري على النهج بتاعه. طبعا. وكلنا بنستمر مجالس ادارات لاعبين منظومه كامله كلها مستمره بجد. اقول للنادي الاهلي انه يعني هو فعلا ان الواحد لما بيتربى في النادي الاهلي يعني لو جبت اي حد تاني من نادي تاني بيبقى انتمائنا مختلف للنادي الاهلي الحقيقه. يعني مش عارفه ايه اللي فيه بس يعني كلنا عندنا يعني مش عارفه بجد. هو كده هو كده هو كده انا بتولد كده بتولدي كده النادي الاهلي. لا وبعدين هو الفكره ان كمان عندنا في الـ في الـ في منظومه السباحه يعني او جهاز السباحه ان انت لما يبقى عندك مشكله بتلاقي الجهاز كله معاك في المشكله دي حقيقه. يعني الجهاز كله وراك، الجهاز كله هما في معاك جدا يعني. ودي حاجه برده مش موجوده يعني ما تلاقيهاش في اي حته صراحه. هتقولي حتتين انت، هتقولي للعيله حاجه وهتقولي حاجه تانية بس هقول لك عليها. قولي هتقولي ايه للعيله؟ لا يعني العيله يعني هي امي وابويا طبعا واخويا طبعا. تمام. يعني هم الثلاثه من بدايه خالص ما ابتدينا يعني هم دول اصلا السبب لاي نجاح انا عملته عامه. انا يعني دكتوره برده فيعني على اي مستوى علمي او رياضي هم السبب في كل حاجه. يعني انا اخويا برده رياضي جدا في النادي الاهلي برضو. فهو اللي حببني اصلا ان انا ابدا رياضه في النادي الاهلي. هو اللي دخلك في فلا هم كل حاجه الحقيقه. طيب بيكملوا مع بنتي يعني برده. لا بس لسه لا وديك في نص تاني. هنروح هتقولي ايه لبيتك بقى بنتك وزوج حضرتك اللي هو برضو لعيب في نادي هليوبوليس مظبوط؟ ايوه كلكم انا رياضيه منافس. لا طبعا هو الفكره ان يبقى الزوج رياضي وفي نفس المجال الميه يعني او السباحه ده بيساعد كتير جدا طبعا. يعني هو اكيد طبعا بيشجعني يعني دي برضو كان لازم اقولها صراحه حمايه جدا اهلاوي جدا فبيشجعني جدا جدا يعني هو بيشجعني اكتر من ابنه كمان. كابتن عزيزه يعني في اخر الحلقه يعني فعلا سعيد اللي كنت معاكم وسعيد ان انتم موجودين كلكم وحاجه بشرفونا وابطال جمال. وان شاء الله كده سندس نتقابل قريب انت وامينه ومريم باذن الله وانتم رافعين ايه ميداليه اولمبيه ان شاء الله. ميرسي يا كابتن عزيزه نورتونا وشرفتونا ودول معاكم في اخر الحلقه دول هم اولاد النادي الاهلي اللي دايما مشرفينا ودايما بنفخر بيهم وهنتابعهم من سن صغير لغايه ما يكبروا وان شاء الله دائما وابدا يحققوا لنا الميداليات والبطولات والانجازات. انتظرونا كل يوم من 7 ل 10 في برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.